بتعتبر انه كل شعب بتطور حتى الحرامي؟ يا سيدي معك حق، بس معقول لحد هلا ما قدروا يمسكوا ولا حرامي؟ لا، مع انه الجهات المختصة عم تبذل جهدها، مع هيك ضل حرامي مختفي عن الانظار. يا ترى وين ممكن يكون؟ والله بالضبط بالضبط ما بعرف. يعني معقول يكون متخبي على سطح المخفى؟ لا ما بعتقد. وليش ما بتعتقد؟ لك لانه هي صارت كثير قديمة، يعني ممكن يكون بمحيط المخفر بس مو على السطح. ايوه وين يعني مثلا وين؟ لك بالمخفر نفسه. بالنظارة؟ لا مو بالنظارة. غرفة العناصر؟ لا مو بغرفة العناصر. ولك فقعت لي مرارتي وين؟ ما بعرف. ولك تضرب انت وحديثك شو معت؟ مو؟ لكي بعت له حمى إلهي يكسر إيدي على هالعملة اللي عاملها فيكي. لك شلون بمت إيده على وشك؟ شلون؟ فهميني فهميني. وشلون ساكتتي له أنت؟ يبعت له حمى. لك نسي حاله؟ لك قتل حاله لحتى أخذك؟ رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. عمول لحاله ليش ما بتروحي على الشغل؟ لك خلصنا أختي خلصنا. الله يوفقك بوس إيدك ما تحكي عليه هيك، حرام ما بيستاهل. يحرم جلده على عظمه. لك الثاني قاعد بتدافع لي عنه. لك شو صار لعقلك؟ لك نسيتي من هو ومين أنت؟ نسيتي؟ لك شقفة جربوع؟ لك آخذ بنت بتسوى تقلى ذهب هيك بيعمل فيها؟ لك يا أختي هو الرجال ما في منه، بيجنن بيفلج يعني قلبه أبيض مثل التلج. بس أنا الحق علي يا أختي، لعاية وكثير تحكي وهو عصبي كثير. لعاية؟ ومن أمتك أنت لعاية؟ كل عمرك القط بياكل عشاكي لا من تمك ولا من كمك، هلأ صرتي لعاية؟ ولا عم تحطيها بظهرك مشان تدافعي عنه؟ لك بدي افهم شو عامل لعقلي؟ لك سحرك؟ عامل لك عمل؟ لك شبكي؟ والله والله لو جوزي عامل هيك لك تلاقيني قيامته لحط رجلي بنص ظهره وقلع برات البيت. يعني يا اختي لو عم يضربني هيك بكره كنت اتضايقت وزعلت. بس انا بعرف انه هو بحبني. ما شاء الله عليك، شو بتعرفي؟ حبه برص وثلاثه خرس، ان شاء الله حبه تطلع له. امي اختي سميتي لي بدني الله يخليكي، خليني قوم امشي قبل ما يجي ويطلع جناني عليه. زعلتي؟ لا ما زعلت، الله يهني سعيد بسعيده بخاطرك. قال بيقول المثل الابريق انكسر، قال له هي ذنب وعدته. خسات احذري. مين شفت بالمحكمة اليوم؟ مين؟ مين شفت؟ اختك ابتسام. يو غريبة، شو عم تعمل اختي ابتسام بالمحكمة؟ والله ما بعرف، ما حكيت معها. وهذا جوز المتعوس كان معها؟ ايه شفته عم يستناها، بس انت بتعرفي لا انا بطيقه ولا هو بيطيقني. بس يا ريتك عرفتي لي شو كانوا عم يعملوا، ما عرفت بعدني. لك شلون بدي اعرف؟ اذا اختك اللي هي اختك وقت شافتني عملت حالها مو شايفتني. والله بسيطة، بكره انا بحاكيها وبعرف شو القصة، قوم تردي يلا. ليش ما قلتي لي لما حكيتك الصبح الشغل؟ لأنه الموضوع ما بينحكى على التليفون. هاي اجيت لعندك تفضلي نشوف. هاتي شو الموضوع؟ شو اخذك لهنيك؟ اختي بحكي لك بس ما تقولي لحدا. لمين بدي اقول يعني؟ لأهلك؟ احكي واحكي واحكي الحقيقة دغري. ايه من اخره، لأنه إذا ما حكيتي فؤاد رح يقول لي.
بصراحة تنازلت له عن المقدم. شو؟ تنازلتي له عن شو؟ اختي لا تكبري القصة كل هالقد، يعني هي الموضوع انه كان في مشاكل كتير بيناتنا والامور عم تتفاقم، يعني حاس حاله تحت الضغط والتهديد فهيك بيرتاح نفسيا اكثر. ان شاء الله ارتاحت نفسيته. الحمد لله الحمد لله. لله يا اختي بشكر ربي. يعني كيف بدي اقول لك، صارت علاقتنا مو مصاري وبس، يعني صارت علاقتنا فيها حب. لكن شلون مفكره انه ماني فاهمانه عليك ليش هيك عم تعملي؟ صحيح انت اصريتي عليه واهلك ما كان بدهم وكلنا وقفنا بوشك وقلنا لك ما بينفعك وانت اصريتي دقيتي رجلك بالارض وانت ما باخذ غيره. ايه بس فيكي تنسحبي باخر دقيقه، مو احسن ما تمسح فيك الاراضي؟ روحي. الو مرحبا ابتسام. اهلين اختي. شلونك؟ قاعده بالبيت؟ بدي اجي اشرب قهوه عندي. بتعرفي شو، خليها لبكره، بتشوفيني بالشغل احسن. ما ليش لبكره؟ في شي؟ لا حبيبتي ما في شي، بس جوزي حالف علي يمين طلاق لا بيجي لعندك ولا بتجي لعندي. وانتي موافقه؟ لكان بدي كاني اخرب بيتي بايدي. الحق معك، يلا خاطرك. بقى من القصة أخذت حصة من الورقة واشترت لبيت صغير ونحن ارتاحنا. المهم إنه أختك صار عندها سند باسمها، هذا المهم. يخرب بيتهم من حاله، كل هالعمر مسكنا بالأجار ناطر هالورقة. وهلا شو مفكرة يعني؟ هلا حيسكن عندها ويوفر الأجار. ما عاد في فرق، يسكن ما يسكن مو مهم، المهم في بيت باسمها، صار ما صار تنضب هي أولادها فيه. لا والله مو هذا المهم، إذا بدك المهم إنه أنت صار فيكي تروحي لعند أختك وتزوريها بعد ما لحس يمينه وقت طلعت قصة الورثة، هذا المهم. لحس يمينه. بتعرفي ظريف هالبيت، مالك مرتاحة بالسكنة فيه؟ لا والله لو نقيتي لي إياه أكبر بشوي كان أحسن. على قد المصريات، شو على كيفي يعني؟ بكره إذا جوزك معه فرنجين بيعوا هذا البيت واشتروا واحد أكبر. ما فيني بيعه لانه سعيد ماله رضيان. ليش هو شو دخله؟ شلون شو دخله اختي؟ ما انا كتبت البيت باسمه. اني بيت؟ هذا البيت كتبتي باسمه؟ لك يخرب بيتك من حالك، ليش كتبتي باسمه؟ لانه مو رضيان يسكن فيه. ان شاء الله عمره ما سكن بهذا البيت، يسكن بالهفا. قال ما بيبل يسكن، قال لا يسكن. يا اختي بتعرفي يعني رجال وكرامته ما بتسمح له يسكن ببيت مكتوب باسم مرته. ايه بيقوم بخلصك البيت هيك عينك كنت عينك وانتي هبلة مصيفة. يعني مو المهم باسمي ولا باسمه، المهم انه بيحبني. لك يحبك الحب وغضب الرب الهي، شو انك هبلة. ما بدك تشحي هالاسود بقى؟ شلون بدي اشلحه ولسه ما قضت سنوية وفاته؟ لك هبلة، مرته الثانية اللي تعرفنا عليها بالعزا شلحته قبل الأربعين. يا الله يسامحها، بعدين هو ما كان يحبها. وشو عرفك انت انه ما كان يحبها؟ لانه تجوزها بالسر، ما كان يقعد عندها. انت اللي كان يحبك، مشان هيك منعك تشوفي اهلك، وخلصك البيت، وكان يخونك كل يوم والتاني، وتجوز عليكي بالسر، ومعاشك كان يخلصك اياه ويصرفه على مرته التانية، ولو ما انا دفعت حصص مرته واولاده يلي طلعوا لنا على غفلة، كنت انت هلا صفيتي بالشارع، بالشارع. عم تمنيني؟ لك انت دفعتي هدول المصاري من خوفك انه يجي يسكن معك، وبعدين حضرتك من طول عمرك بتغاري مني ومن جوزي لانه نحن متفاهمين وبنحب بعض. لك تضربي انت وجوزك؟ ايه وليه عم تسبي الميت كمان؟ استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله. سامحها 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 يا ربي سامحها. لك شو هبله؟ لك هبله راح واخذ لك عليك معه. اصلا هو وصاني بعد ما يموت ما فوت حدا على بيته من اللي كانوا بيكرهوه. حدا بيته؟ لك الله يرحمه شو كان بيحبني. انا
استاذ طه، استاذ مسعود. طبعا انتم بتعرفوا انه مسلسل بقعة الضوء هو واحد من اهم الاعمال اللي بتنتجها الشركه، وهلا اخذت قرار الشركه انه نبدا بانتاج الجزء الخامس. قرار سليم استاذ نبراس. ايه، وخصوصي انه المسلسل كون لنفسه قاعده جماهيريه كبيره. نحن بالشركه اخترناكم انتم اثنين لتكونوا اعضاء لجنه تقييم النصوص واختيار اللوحات المناسبه. نحن لحالنا باللجنه استاذ نبراس؟ لحالكم، وطبعا بالتنسيق مع المخرج، وعندكم صلاحيه اختيار النصوص اللي بتلاقوها مناسبه. شو رايكم؟ بالنسبه لي ما عندي مانع. وانا موافق، بس ممكن نعرف شو الخطوط الحمراء هالسنه استاذ؟ والله هذا بيرجع لتقديركم انتم. تفضلوا امضوا العقود. تفضل. مبروك استاذ طه. الله يبارك فيك. تفضل. الف مبروك استاذ مسعود. الله يبارك فيك. ايه مشان السلفه استاذ. والله الشيكات لسه ما توقعت، بس لتتوقعوا فوق فوق انا بتصل فيكم. بس لو سمحتوا استاذ المدير عاوزكم تفضلوا لعنده. هلا انت بتقول له انت قل له الكاميرا بتقول له. استاذ نبراس اجوا لعندك. نقسم بالله العظيم أن نحافظ على أسرار المسلسل، أن نحافظ على أسرار المسلسل، وأن نكون أمينين، وأن نكون أمينين على أفكار ولوحات الكتاب، على أفكار ولوحات الكتاب، وأن نكون حريصين، وأن نكون حريصين على اختيار أفضل اللوحات، على اختيار أفضل اللوحات. مبتعدين عن الواسطات والمحسوبيات، مبتعدين عن الواسطات والمحسوبيات. والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول شهيد. تفضلوا على مكاتبكم. تفضلوا على مكاتبكم. روحوا على مكاتبكم على شغلكم. يلا يلا. استاذ قال مشان السلفه قبل القسم ولا بعد؟ بعدين بعدين بعدين. يلا يلا بعدين. سلفه بعينك انت وياه. الو، مرحبا انسيريتا، شو صار باللوحات؟ على الطريق؟ طيب ماشي الحال، شكرا. مرحبا شباب. اهلين وايل. كيفكم؟ وين حطيتكم اللوحه؟ اعطيني خمسه سته الي لهون وخمسه سته للاستاذ بسعود. شو خمسه سته؟ فوتوه شباب اللوحات كلياتهم فوتوه. حطهم هون. لا حطهم هون. هي كرتونة حلب والجزيرة، وهي كرتونة سويدا والجنوب. بالزيارة. الو. ايوه ايه. لا لا، هذا تبع الصوت، بتسلموا كل المعدات بوصل نظامي. ايه. ايه يلا يلا، الله معك، مع السلامة. وهي هي كرتونة لادية وطرطوس، وهي تحت كرتونة الشام والريفة. هلا كل هاي نصوص؟ لا، هي جزء من النصوص، خلصوها ولا تاكلوهم، في غيرهم. السلام عليكم. ما قالوا شيء مشان السلفة؟ منو انت؟ انا طه. طهي. اذا كنت طه ليش ما عم تفتح بالمفتاح؟ هلا بس تفتحي بتعرفي ليش ما تفتح بالمفتاح. ايه طيب، ليش هيك صوتك متغير؟ يا اختي افتحي، الله يرضى عليك يا ليلى افتحي. ما بدي، قلي كلمة السر. يا ليلى لبين ما اسكر كلمة السر رح ينزل لي قر. ايوه، لا معناتها طه انت. دي شو ها؟ لك ساعديني ساعديني. لك ناقصني كراكيب انا؟ هذا بقع الضوء. عن جد هذا بقع الضوء؟ ايه. ايه دويت لك انا. يلا ساعديني. يلا يلا دويت. يلا. دويت. مسعود؟ ها؟
حبيبي ما بدك تنام؟ ايه بقيان عندي 50 لوحة اليوم بس اخلصهم بقراهم وبنام. 50 لوحة؟ بس 50؟ مالك سئلت؟ تصبح على خير حبيبي، تصبح على خير. حبك عادي حبيبي، حبك عادي وانا مليت الحب العادي. شو صار؟ بديو تصوير؟ مين هدول اللي بلشوا تصوير؟ طه قوم نام جوا. لسه في عندي 65 لوحة، بدي اقراهم بعدين بقوم نام. ايه أنا بفيقك بكره الصبح. خلص أنا بفيقك، قوم. بس تفيقيني ها؟ ايه خلص أنا بفيقك، يلا. يلا قوم بقى، قوم. يا الله. صب لك شاي حبيبي. صبي. انا مليت الحب العادي، حبك عادي، حبك عادي. شلون بكتبوا لي هاللوحات؟ ما بعرف، ما بقى نفهم على ال رسالة لملوك الجان. لك انتبه، كبيت الشاي حبيبي، كبيت الشاي. هيك منيح يعني؟ حرقت حالك حبيبي؟ قوم اشلح البيجامة. حرقت حالي وحرقت اللوحات كمان. قوم قوم أنا اسمي عبد الجليل، عبد الجبار عبد الجليل، بعت شي 20 لوحة لبقعة الضوء، وقالوا لي أراجعكم. تفضل تفضل ارتاح تفضل. شوف له إياهم مسعود، شوف له إياهم. امشي. والله بنعتذر منك مرفوضين. أوف أوف أوف، وشو السبب؟ بشكل عام دون المستوى المطلوب. إيه بس ما بصير هالحكي، يعني هي تالت سنة ببعت لبقعة الضوء وما بتاخذوا لي شي. هلق لا تقعد تتجقور، بعت لنا شي منيح بناخذه. ايه بس هدول اللي بعتهم السنه كثير حلوين، بفطسوا من الضحك. يا استاذ عبد الجليل، يعني ممكن يكونوا حلوين بس هن ما بيناسبوا بقعة الضوء. لك انا اول شيء اخذتهم لعربيات، هن قالوا لي خذهم لبقعة الضوء. هن قالوا لا؟ يعني اذا ما انقبلوا لا بقعة الضوء ولا بعربيات معناته مستواهم فعلا دون المستوى المطلوب. ايه دخيلكم انتوا هالمستوى، عم نشوف شغلكم. قسمة. الو، اهلين استاذ فؤاد، شلونك؟ ايه والله وصلونا اللوحات، قريناهم انا والاستاذ طه. ايه قبلنا لوحتين ورفضنا ست لوحات. يا استاذ فؤاد كمان انا عم بتقول لي انت ست لوحات، ست لوحات كلن على المخابرات؟ ايه فهمنا بقى، على اساس اصحابك المخابرات. إيه شو جرى يا ترى حتى قلبتوا غطى الطنجره؟ لك لا تقول لي جرى او ما جرى يا استاذ، نحن بس بدنا نغير المواضيع، انه على نفس المواضيع كل سنه. طيب تعال لهون ونتفاهم. تعال قاعدين انا والاستاذ طه منتظرينك. مع السلامه. استاذ طه، استاذ طه، السلام عليكم.
مرحبا حبيبي. اهلين اهلين عامر. مبروك. بوسي بوسي. هل استلمت بقعة الضوء؟ لا، شو استلمت ما استلمت؟ كلمة هنالك، أنا عضو بلجنة القراءة. لا بس عدم مؤاخذة، يعني صار لك كلمة. كلمة شو؟ شوف أستاذ، أنا كل سنة بكتب لوحات وبيرفضوا لي إياهم، بلكي هيك استلم معي دقيقة تفشي لك كم لوحة. يا عامر، القصة ما بدها دفش، نحن عم ندور على اللوحة الحلوة بالسراج والفتيلة، أنت اكتب شي منيح لناخذ لك إياه. وقديش عم يدفعوا اللوحة؟ إذا السعر مو منيح مشان ما أعذب حالي. عفوا عامر، أنا هذا الموضوع بالذات ما بتدخل فيه. أخي أنت اكتب منيح بالأول بعدين فاصل. طب حضرتك حضرتك، قديه عم تاخذ على اللوحة؟ لك إن شاء الله آخذ مليون ليرة، أنت شو دخلك؟ لك ليه معصب أستاذ؟ أنا عم أسألك لحتى أعرف شو بدي أطلب. أخي اطلب اللي بيناسبك. طب بلكي ما دفعوا؟ أخي عن إذنك، أنا عندي شغل. لك على شو شايف حالك؟ آه. لقطة للطفل يستيقظ مذعورا. ليلى إذا سمحتي قومي حطي لي عشاء. اتعشى لحالك، ما شايفني مشغولة عم بكتب؟ من النوم. عم تكتبي شو عم تكتبي؟ لوحة لبقعة الضوء. دوي. شو عادة ما بدها ليش؟ أنت من أمتى كنتي تكتبي؟ من هلا. ليش شو ناقصني أنا؟ ولا اللي حضرتك عم تقرا لهم احسن مني؟ طيب انا فايت اتعشى بالمطبخ. ايه لحظه لحظه. ليك هلا انا اذا بدي اعمل مشهد بين حدا وحدا تاني عم يحكوا على التليفون، شو لازم اعمل؟ اكتبي المشهد كله وحطي بين الاول والتاني قطع بالتناوب. طيب شكرا. يلا انت فيك تروح تتعشى. يستيقظ الطفل مذعورا ثم تكون سعاد قد جهزت العشاء على الطريقة الرومانسية. يدخل زوجها سعيد، يفتح الباب ويطل بوجهه الرجولي الجميل ويقول لها بونسوار حبيبتي. السلام عليكم استاذ طه. اهلين اهلين. نحن مو عاوزين مازو. عرفان؟ طالما عرفان ليش اجيت لعنا؟ لك لا الداعي محسوبك عرفان، انا حكيتك قبل شوي على الانترفون. جبت اللوحات معك؟ بصراحة يعني وباذن الله ما بتاخذني غير الصدق. ها انا لسه ما كتبتهم. ليش؟ لاني بصراحة ما بعرف اكتب هذا شو اسمه على اليمين. هذا بيكون شو كان اسمه؟ قول معي هذا شو اسمه؟ لك قال لي عليه رفينا بالحارة. شاريو. قصدك سيناريو. طيب هاتون افكار. يعني معلش افكار؟ الله يخلي لنا اياك يا استاذ، معلش افكار يعني ما؟ ايه معلش ما في مشكلة. اللهم صل على النبي. كانت أول فكرة أول فكرة شو كانت أول فكرة؟ ايه هذا يا سيدي بزمانه كان في واحد مهاجر برات البلد. قام إجا بده يطلع. يا أخ عرفان أعطيني الأفكار مكتوبة هيك على ورق، هيك ما رح يمشي الحال. يا استاذ والله العظيم انا مو كاتبهم يا استاذ، بس يعني اذا بتحب انا بحكيهم، بحكي لك اياهم هلا، واذا بتحب كمان انا بحكي لك اياهم هلا وانت بتكتبهم، شو رايك؟ اسف كثير، لازم يكونوا مكتوبين. اسمع مني يا استاذ، خليني احكي لك اياهم. الله وكيلك افكاري ما لها اخت بالبلد كلها. وشرطك ما تكون الا حقيقيه وصايره عندنا بالحاره، واذا مو حقيقيه لا تقبلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجيبك يا طوط البال. والله ما صدقت إنه ممكن نخلص. لا تذكرني متت 100 موتة لحتى خلصنا النص. طيب شو رأيك نروح نقعد بقهوة الكتاب؟ أي والله جبتها.
إلي زملاء صار لي زمان ما شفتهم. شرف شرف. قول يا الله. يا الله. شرف شوف مين اجا. توم وجيري. مرحبا شباب. مرحبا شباب. مرحبا. مرحبا. شو القصة؟ العادة ما حدا عم يرد علينا السلام، ما حدا عم يحكي معنا. الظاهر متضايقين لأنه رفضنا لهم لوحات بقعة ضو. الزات. عفوا شباب، من غير مطرود الطاولة محجوزة. محجوزة؟ لمين محجوزة؟ من طول عمرنا بنقعد على هاي الطاولة. هلا لا تلعوا لي قلبي انت وياه، قلنا لكم محجوزة احطوا. شو القصة عزات؟ مالك بالعادة تحكي معنا هيك؟ ليش هيك عم تحكي معنا؟ هلا أنا عم بحكي خارج السياق الدرامي ما؟ مو هيك كتبتوا لي على اللوحة اللي بعثت لكم اياها لبعد الضوء؟ أخي احطوا احطوا، أنتم مالكم صاحب احطوا. قال بعد الضوء قال. لا والله ما جربته. طبعا طبعا سمعت فيه. ايه بس ما جربته. لا بروح دخيلك ليش حتى ما روح؟ ايه ومين ده يروح معنا؟ صفاء؟ لا 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 ما بطيئة بلاها اختي، هي وحدة قرارة. ايه مثل ما عم اقلك. ظلمني ظلمني ظلمني، أساس مثلي دمك خفيف والله دمك ما بيضل طالع سريك. بس بدي خلص اوكي اتفقنا اتفقنا. يلا باي باي باي. مدام انا خلصت لازم هيك شيء ثاني؟ لا يسلموا ايديكي هنادي. الله يسلمك. بس يوم السبت بدك تبكري شوي لانه بدنا نغسل البرادي. اي من عيوني. الله يسلم الايدين يعوض عليكي. الله يعطيك العافيه. هنادي اينا نزلي تنكت الزباله وانت نازله حبيبتي. ايه على عيني وراسي بس لغير اوعيه. طيب السلام عليكم يا بي. جيتي يا بنتي؟ ان شاء الله ما كنت اخرت عليك بس كثير. الله يعطيك العافية. يعافي قلبك. جبت لك باذنجان حمصي من اللي بيحبه قلبك، شو رأيك بصحن مسقعة؟ ولا أقول لك أعمل لك يا محشي يا بي؟ محشي؟ ليش في لحمة؟ مريت على اللحام أنا وجاية لقيته عم يصلي يا بي. يلا بلاها، غير مرة. بتاخذ وقت. اعملي لي مسقعة. على عيني يا بي. يلا يا بي يلا.
بسم الله. هي ريحة محشي مو مسقعة. إيه لك؟ بيني وبينك يا أبي أنا كمان اشتهيت المحشي. طلعت بجزداني لقيت زايد معي 100 ورقة، نطيت لعند اللحام جبت وقية لحمة وطبخته. يلا مد إيدك يا أبي مد. سيك سكها بإيدك يا أبي بتتهنى أكثر. دوق وقول لي رأيك. شلون؟ طيبة. خذ وحدة ثانية تقبر قلبي، إن شاء الله ألف صحة وهنا. خذ يا أبي خذ. إيدي على راسك، المحشي اللي أنا بعمله مو أطيب من المحشي اللي كانت تعمله أمي الله يرحمها. يعني شو دياتك يا بنتي؟ يعني شو دياتك؟ خلي لي إياك فوق راسي يا أبي، إن شاء الله ألف صحة. هرهرت على حالك. معلش يا أبي معلش ما يهمك. خذ يا أبي شروق هالمرأة. كيف أم جميل؟ عم تزعجك بشي؟ منيحة يا أبي الحمد لله. بس شو؟ عم تضايقة؟ لا والله ما في منها، بس عم فكر دور لي على شي بيتين ثلاثة مشان يتحسن وضعنا يا أبي. لا يا بنتي ما بدي اياكي تتعبي أكثر. هيك مشروع الحمد لله. ما مشكلة التعب يا أبي ما مشكلة. خود تقبرني هي سأسأت لك ياها. مسيك يا أبي فتحتم فتحتمك قوان. المشكلة إنه كل العيلات الأكابر يا أبي هلأ عم يجيبوا يا حبشيات يا أندونيسيات يا أما سريلانكيات ولي على قامته. والله والله ما عم لاقي عيلة مرتبة بدها وحدة بنت البلد. لك كانوا قاتلين حار القتل علينا هلأ مو سائلين فينا منو؟ يعني سائلة ومدورة. أي والله يا أبي ما بخبي عليك سألت. الله يرحمك اللي بخاطرك يا بنتي، إن شاء الله بتصيري أميرة زمانك يا رب. أميرة؟ ادعي لي تصير سريلانكية. آمين يا رب، إن شاء الله يحقق لك مرادك. دلوني عليه الشرطة. اتفوقوا عليكي يا حرامية. أنا حرامية؟ ليش شو سرقت لا سمح الله؟ سرقتي دبوس الشعر يلي كان على الأرض بأوضتي وأنت عم تمسحيها. لا ما سرقت شيء، حياة النعمة ما سرقت شيء، ما سرقت شيء، ما سرقت شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف. يا على كسرتك يا نادي على الفصل. ما كان لازم تاخذيه. ما كان لازم تاخذيه. الله هو كان مرمي على الأرض. ولو كان هذا مو لك، مو لك يا جدبة، لك هذا الدبوس مو لك. الله يعطيك عافية، الله يعطيك عافية، الله يعطيك عافية. ارفع رجليك يا أبي، ارفع رجليك أبني. الله يلبسك توب العافية. الله يخلي لي إياك كمان، خليك رافع عوني يا أبي. ما انشح أرض زيارة. يا بي بعد اذنك رح خلص شطف ارض الديار وغير اوعيه وروح زور جارتنا الحجه. عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، بس لا تطولي، سلمي لي عليها. الله يسلمك يا بي. يا ميت اهلا وسهلا تقبريني. هيدي الشغله اكسبي زمان ما شفتك، والله مشتاقه لك كثير يا حبيبه قلبي. الله يبعت لك ابن الحلال يلي يسر قلبك وخاطرك ويهنيك يا رب. الله يسلمك حبيبه قلبي. يا عمري انت سلام. كيف شغلك حبيبتي؟ عم تتعبي مو هيك؟ الحمد لله مستوره. خالتي نعم. بدي اسالك يعني استشيرك بشغله هيك بيناتنا. احكي تقبريني احكي. حدا زعلك؟ حدا مضايقك؟ عاوزه مصاري شيء؟ لك لا لا مو هيك القصه. بس امبارح الست اللي بيشتغل عندها أم جميل هيك أنا وعم بمسح الأرض ونظفت وخلصت وفايت على الحمام لحتى حط السطل والممسح أنت أكبر قدر أجلك. المهم قام عملت هيك لقيت دبوس شعر بالأرض، متمسكته وشكلت الغرة فيه لأنه كانت عم تهلكني. حتحولني يا خالتي حتحولني. شكلته بشعراتي. عليه شيء؟ يعني دبوس الشعر لهي الست استأذنتيها قبل ما تحطيه على شعرك؟ يعني هي سرقة؟ مو سرقة. سرقة؟ يعني لازم تستأذنيها. صحيح ما له قيمة، بس ما بتعرفي شو بيعرفك، بكرة يمكن تعمل له قيمة. كان ملحوش على الأرض. ولو شو بيعرفك لتكون عاملتلك فخ قصدا لتشوفك بتمدي إيدك على شي ولا لا.
يا على كسرتك يا هنادي، والله هالقصة ما خطرت لي بالمرة. انت اساسا ليه جاي عم تسأليني؟ مو لانك بنت حلال ونظيفة وحسيتي حالك انك غلطانة حبيبتي؟ بلا خالتي، بس اول شيء انا ما عطيت قيمة للقصة كلياتها من اولها لاخرها. بس انا امبارح شفت منام مو منيح، شفت ام جميلة بمنامي جايبت لي الشرطة وبدهم يمسكوني. رجعي حبيبة قلبي رجعي. رجعوا برجعوا. والله انبسطتوا؟ يا ريتني كنت معكم. ايه ومين كان في كمان؟ لك هي سئيلي مطيئة الثانية قرارة مثل صفاء. بلالك ياهم هدول الناس، اسمعي مني. لحظة. نعم. اسفة انا ما تواخذني، بس قبل ما غير اوعية قلت لحالي لاني المرة الماضية لقيت هذا الدبوس على الارض، دبوس شعر رد شكل شو هذا الثانية دبوس شعر؟ انا فاضي لهالسخافات هي. اف روحي كملي شغلك خلصيني. كانت الغرة عم تضايقني. روحي هنادي. اي شغالة. قال لقيت دبوس شعر. ايه كملي لي شو صار كمان؟ خلاص احكي تفضلي عم بسمع. شو صفاء؟ لا حبيبتي ما بدي احكي معه. لتاتي ابو الشين خلاص عم اقول لك انت. ليكي لا تعصبيني مشان الله. ها مدام عفو. لحظه نعم هنادي. مدام عدم مؤاخذه قطعتك، بس انا قبل ما غير اوعي قلت لحالي بقول لك انه المره الماضيه انا عم نظف هيك ايه لقيت دبوس شعر هذا على الارض، قمت شكلت فيه غرتي لانه كانت عم تضايق. وليه حرامية؟ يلي بمد ايده على دبوس الشعر بمد ايده على الصيغه والمصاري. قري لشوف شو سرقتي كمان؟ اوان؟ وحياة النبي ما سرقت شيء. لك حتى هذا الدبوس انا ما سرقته، انا اخذته لحتى اشكل فيه غرتي لانه طولانه كثير. شوفي شو طولانه وما عندي وقت قصه، ان شاء الله بيقصوا ايدي اذا سرقت شيء. كذابه هلا بدك تحكي شو اخذتي كمان؟ اوان يا اما بجيب لك الشرطه. ها يا ربي كيف بدي رجعوه؟ شو ها؟ ما في شيء يا ابي، هذا الدرج على الان. احسن شيء يحطوه على المغسله من غير ما تنتبه. شو بدي اسوي بهالقصة؟ تشرب شاي يا ابي؟ ليش لا؟ جيت على وقتي تمام، بكرت مثل ما قلتي لي. ايه فوتي تعي يمكن على الان جرت. مدام انا بدي اقول لك شغله، المره الماضيه لما هنادي بدي اقول لك شغله بس ما تزعلي. لا ما بزعل، بس خليني. امبارح ابني جميل الله يرضى عليه فاجئني مفاجاه ما توقعتها ابدا. حذري شو؟ خير ان شاء الله مرته ولده؟ لك لا ما حلا مرته تلاد، بس فاجئني جايب لي شغاله سريلانكيه. شو ظريفه؟ تصوري هنادي مع شهاده جامعيه. وشو نظيفه؟ مالك ملاحظه كيف البيت عم يلمع لمع؟ لا تزعلي هنادي، اذا لقيت حدا من رفقاتي بده بنت دغري ببعث لك خبر. ان شاء الله بترتاحي معها، بس مدام انا كنت بدي اقول لك انه المره الماضيه انا وعم جوا مساكين هالعالم شو معتري؟ تاركين اهلهم واولادهم وجايين مشان يشتغلوا. استني لعرفك عليها وقايمت لك اجرة الطريقها. سيرينا يا سيرينا. موسيقى
روحي الله يعطيكي، ما بشتغل يوم الجمعة. روحي الله يحرسك ويخليك هالكشاكيش. عم ترن رن. عصيب عصيب. اه لك دريت شو؟ لك نزلوا اسعار السيارات. هي قديمة، ما نزلوها المرة الماضية وما استفدنا شيء. ولك حوار، هي تاني مرة. بحياة ربك وحياة عيوني. طب قديش صارت الجاكوار؟ ضيق شوي. جاكوار جاكوار، اللهم صل على سيدنا محمد. جاكوار 13 ونص اخي، ناشفة. شو هالحكي؟ اي والله. والمرسيدس مع فتحة السقف قديه؟ المرسيدس مرسيدس 1,018,500 اخي. لا وين صورتينك معناتها عن جد القصة؟ لك لك دخيل ربك. يلا سيد الحاصر والمغرب معلوني ورق السيارة. تعال ايوه تف 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 يا عيوني، وانا عرفت من الدنيا.